اخواني اخواتي اليوم ما فيش نو سبيسيال، اليوم شدونا البوليس واحد وجاتنا الضريبه، مشينا للبيرو لقينا الضريبه كاتسنى فينا. المهم اليوم سبيسيال، غادي تشوفوا معنا ليكيب جي تي ار. جي تي ار هنايا عندنا في البوز دي بوز ديال تي بي سي ديال لوست، هذا ديال البوردوره. غتشوفوا معنا فروق اخرين جداد، غادي تشوفوا معنا هنايا في لارجيسمون ديال الطريق. من هنايا كاين عندنا ليكيب ديال رشيد وعزيز، وعندنا هذا الحيط اخواني اخواتي ديال هذاك الحيط الكبير ديال القاعده، تما كاينه غادي تحيد منه تقريبا في الديمولوسيون ديالو 6 متر. وهنايا هو من خرج لي البوليسي من هنا، خليكم معايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي الاوفيه. كما كتشوفوا فريق جي تي ار كيوصل لنا لهذه النقطه بالذات اللي كتدي لنا السوبر. وهنايا كاين عندنا فريق ديال السلامه الطرقيه، وكاين عندنا ليكيب ديال بوز دي بوز، وكاين عندنا الاشغال مشات لنا من هنايا حتى المدار ديال الجمع ديال اخواني اخواتي الجهه ديال الجمع من اللي جيت الضحى. فريق جي تي ار هنايا دخل عندنا سيرفيس ديال، واخا اليوم السبت كاين عندنا الشرطه من هذه الجهه تنظيم حركه المرور هذه النقطه بالذات، وكاين عندنا الشرطه من هذه الجهه، وكاين عندنا كل منا. إذن إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، كاين معنا ليكيب ديال عزيز هنايا في البوز دي بوز. بارك الله على عزيز، مرحبا. وكاين معنا الحسن، مرحبا الحسن، حسن مرحبا. كل هذول اللي كتشوفوا فيهم الفروق متخصصة فاش يحيدوا لنا الطروطوارات ويعاودوا يرجعوا لنا الطروطوارات، هما اللي كانوا معنا في الهرهوره، وهما اللي كانوا معنا طارق بن زياد تماره، وهما اللي كانوا معنا واحد المجموعه ديال الاشغال. بالنسبه للحائط اخواني اخواتي، الحائط ان شاء الله الرحمن الرحيم هنايا في عمليه ديال ديمولوسيون ديال الحيط، هنايا في ترياب ديال الحيط ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي يدخلوا هنايا بالضبط هذه المنطقه ب 6 متر غادا تتم العملية ديال سيمتر كاملة. هنايا في العملية ديال الترياب شاملة لينا على دو زيكيب، ليكيب الأولى مشات لينا هنايا على حساب هنايا باساج دو بيطون، وجاو لينا هنايا على حساب تي بي سي من الداخل حتى هو خدامين عليه. مرحبا، نهار كبير هذا. هنايا الفريق الثاني ديال كاين من هنايا، معنا الفريق الثاني، ومعنا فريق ديال الشرطة من أجل السيركيلاسيون، عندهم الخدمة بزاف. الشرطة غاديين جايين غاديين جايين. أهلا محمد، مرحبا، نهار كبير هذا، الله يستر لكم الأمور. متابعين الأوفياء ديالنا تبارك الله عليهم، وكاينة معنا واحد العروسة الله يستر لها الأمور، واهلا بيدة السبيطات الله يستر لهم الامور، الله يكمل هذيك العروسه الله يستر لهم الامور ويكمل لهم الفرحه ديالهم هذا السبت والحد، الله يستر لهم الامور بالرفاهيه والبنين والبنات. اخواني اخواتي كما كتشوفوا الاشغال صافي من الجهه اللي من اللي صافي انتهت نهايه الاشغال، غادي تشوفوا داك الشيء طلع زويون.
الخط هذاك الشيء روعه. شو اوكي معنا هنايا الشرطه الامن والامان بارك الله ما شاء الله. كاينه واحد الحفره تما كاينه عود فيها مسكين عود الريح تما سدوا علينا ذوك الحفار. ما ذوك الحفار في الطريق مالو نار كبير هذا. مرحبا بكم متابعي الاوفياء بارك الله فيكم شكرا بزاف. ومعنا الناس ديال سلا الله يستر لهم الامور بارك الله ما شاء الله. متابعي الاوفياء فيما كانوا مرحبا بهم. هنايا الدوخاسر كياخذوا التعليمات من عند رئيس المنطقه ديال المرور حركه المرور. هنا في هذا الرومبا اخواني كما كتشوفوا وصلنا لها. هنايا الحركه ديال 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 النقل مزيره مزيان اخوتي. ما عرفتش بالضبط شنو واقع هنايا. هنايا مني دزتنا من هنايا كاين عندنا هنايا حيت هذا ديجا هادو حاط عندهم الورق عارفيني ومسجل عندهم في الدائره ما عندنا حتى شي مشكل معهم. شفتيها انا دزت من هنايا ما كاين حتى شي مشكل ولكن من هنا لهنا واقيلا هذه محسوبه على شي دائره اخرى. نسيت ما حطيتش انايا لافوط اللي درت هو ما ريكلاميتش هنا ما ريكلاميتش الحضور ديالي. عندك من عند الرومبا المطار والجهه ديال دار السكه اللي محسوبه على 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 سلا سواء مع القائده ولا داك القائد هو خرج ليا من هنا البوليسي رديتو لي البال فرد هو يخرج ليا ما عرفتوش منين خرج ليا. السلام عليكم وعليكم السلام. الورقات صافي داوني لهنايا للبوست لهذيك الكوميسيريه تما كاينه الاجراءات القانونيه. السلام عليكم وعليكم السلام. الوريقات ديالك واش عندك شي رخصة مرحبا واش عندك اجبدها لينا شدوها صوروها لاكارت ناسيونال واش كاين عندنا هذه من هنا من اللي طق طق مسائل قانونية عادية. السلام عليكم الوريقات اسير الله يسهل عليك عادية. الاخوان اليوتيوبر صوبوا وريقاتكم وقدوا الامور ديالكم وخلصوا الضرائب ديالكم وراه ما يكونش عندكم حتى شي مشكل. اكدوا الحضور ديالكم ديما كنقولها لكم ملي تبغي تصور في شي منطقه اكد الحضور ديالك. السلام عليكم انا غنجي نصور في هذه المنطقه اش كاين اش كاين اش كاين. ملي كتكون شي حاجه كيعيطوا لك تيقول لك حبس من هنا لهنا يا صور من هنا ما تدخلش من هنا من هنا. رجعوا لموضوعنا هذا الرومبا اخوان بزاف الناس اللي سولوني على الباساج دو بيتون. ها الباساج دو بيتون من هنا واحد ها هو والباساج دي بيطون من اللي من جهه المدرسه والشارع طلع يا اخواني روعه وطلع جميل ورائع. ها المدرسه اخواني راه البيات باساج دو بيطون اللي وعنزيدو عاوتاني كاين هنايا باساج دو بيطون اخر هنايا في واحد المدخل ها هو شتو. هي في الحقيقه هاد لي باساج دو بيطون كانوا يديروا لهم طالعين بحال الشكل ديال مارينات الرباط داك غوج داك لايروبي روج وهذيك الرومبا تضرب باللايروبي روج باش الناس اللي جايين ينقصوا من السرعه. وهذه المنطقه خاصها ضرر هاد الجرده كلها خاصها تتريقل خاصها تعاود غابه عشوائيه. شو كيدير هذه راه خاصها تعاود اخواني اخواتي خاصها تدخل في البرمجه فيهاش. وهنايا كما كتشوفوا هو الباساج دو بيتون ما نهضروش عليه حتى هو. وهاو ما سلات لنا الاس بي اس كان اخر فيديو هو هذا اخواني اخواتي ديال الشطر الاول ديال القاعده الجويه. ما كتسالوني ما كنسالكم فتبعتوا لكم من الاول حتى الاخر. اليوم هو الاخير البارح بقاو سهرانين حتى للصباح والشارع وطلع لنا رائع وجميل. باساج دو بيتو خصو يكون من هنايا واحد سمعتوا خصو يكون من هنايا واحد من هاد البلاصه وخصو يكون واحد اخر من هنايا خصو يكونوا جوج. شوف من هنايا واحد من هنايا واحد غيكون من ليه
حيت الروم بحال الروم بحال المدخل هذاك في جوج ديال الشانطياج. اذا اخواني اخواتي متابعي الاوفياء، نتمنى باش يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم بارطاجوا مع خوتكم وحبابكم وصحابكم. خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك، وانا مشيت.